كوبرا في مسلسل كوبرا السنه دي، سلطان في عمهم، علي في ابو نسب، جمال نجيب في كابتن مصر، ابراهيم في فرقه ناجي عطا الله، عماد في حسن ومرقص. اكيد انت كده عرفت الفنان اللي هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده، وهو الفنان محمد امام. هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده على بدايته وقصه حياته وصورة المسلسل اللي عمله في رمضان السنه دي، وهو مسلسل كوبرا اللي بيتعرض النهارده تاني حلقه ليه. فما تنساش انك تعمل لايك وفولو. يلا بينا. محمد عادل امام ابن الزعيم عادل امام واخوه هو المخرج رامي امام. اتولد في 16 سبتمبر سنه 1984 بالقاهره، وبدا مسيرته الفنيه بظهور مبكر في فيلم حنف الأبهة سنة 1990. وتخرج محمد إمام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، واتجوز محمد عادل إمام من السيدة نوران طلعت في أغسطس 2018 وأنجب منها بنتين هما خديجة وإسمت. كانت بداية ظهوره أول مرة يظهر كان طفل الأستاذ في حنف الأبهة سنة 1990، وبعدها عمل أشرف ابن سيد القوسي في مسلسل كناريا وشركائه، ودور طه الشاذلي في عمارة يعقوبيان 2006. وكانت النقطة الفارقة في حياته سنة 2012 لما شارك في مسلسل التلفزيوني خطوط حمراء مع الفنان أحمد السقا، واللي نال استحسان الجمهور كله في السنة دي، واللي تعاون فيها برضه مع والده في مسلسل فرقة ناجي عطا الله، وعمل بعدها أعمال ناجحة كتير في مسلسلات. مثلا في عمل في 2014 مسلسل دلع بنات، وفي نفس السنة عمل مسلسل صاحب السعادة، وكان ضيف شرف في مسلسل لهفة في 2015، ودول لمع القط في 2017، وهجم في 2019، وكان ضيف شرف في مسلسل الاختيار في 2020، ومسلسل النمر في 2021. هنتكلم على آخر مسلسلاته بس ده خليها في الآخر عشان نتكلم عليه بشكل مفصل. وفي السنين دي برضه عمل أفلام، فكانت بدايته فيلم حنفي الأبهة زي ما قلت لك، وبعدها عمل عمارة يعقوبيان في 2006 مع الزعيم عادل امام والفنانه اسعاد يونس والفنانه يسرى، ونغبه كبيره جدا من المع النجوم، وفيلم حسن ومرقص مع الفنان عادل امام والنجم عمر الشريف في 2008، وبعدها عمل فيلم البيه الرومانسي مع لبلبه في 2009، وفيلم حلم عزيز مع الفنان احمد عز في 2012، وفيلم ساعه ونص في 2012، وكابتن مصر في 2015، واللي حقق نجاح كبير جدا. والسنه اللي بعدها عمل مع النجمه ياسمين صبري فيلم جحيم في الهند، و2018 نزل بفيلم ليله هنا وسرور مع الفنانه ياسمين صبري برضه، وفيلم عمهم في 2022، ومع الفنانه ياسمين صبري والفنان ماجد الكدواني فيلم ابو نسب في 2023 اللي كان عامل فيه دور علي. وفي 2024 بيقدم الفنان محمد امام ثلاث اعمال، منهم فيلمين لسه جاري انتاجهم، وهو فيلم عوده شمس الزناتي وفيلم اللعب مع العيال، والمسلسل اللي بيتعرض في النص الثاني من رمضان السنه دي واللي بيتعرض ثاني حلقه فيه النهارده الجمعه، وهو مسلسل كوبرا بطوله الفنان محمد امام والفنان مجدي كامل والفنان هشام اسماعيل واسقس وعلاء مرسي ودينا ماهر. وبدور احداث المسلسل في اطار الدراما الشعبيه لما واحد صاحب ورشه لاصلاح السيارات بيواجه كتير من العقبات في حياته وبيتعرض لمواقف غريبه بتخليه في صراع ما بين الخير والشر. وبس يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. ما تنساش بقى انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب. انا شريف نبيل من موقع القيادي. سلام.